هي تبقبق من هنا وانا قلبي يقعد يزقطط يزقطط من الفرحة. استعنت بصديقة ليبية علشان تقولي طريقة عمل المبقبقة، طبعا انتوا عارفينها ان هي مش مصرية خالص، ومش عارفة هل هي فعلا اصولها ليبية ولا فلسطينية، تقدروا تكتبولي حالا في الكومنتات. يلا مع بعض نبدأ ونقول بسم الله، وما تنسوش تدعموني بلايك لو عجبتكم الوصفة النهاردة. اول حاجة معايا جبت حلة عندي وضفت لها ايه، ضفت لها 3 معالق من الزيت. البصل اللي انا ضفته دلوقتي حالا ده شايفين هو مجمد ازاي، علشان ده اللي احنا كنا خزناه مع بعض. الصراحة يا جماعة بيخفف عليا وبيسهل عليا حاجات كتير قوي. قولوا مثلا ضفنا في حدود بصلاية متوسطة مبشورة ناعم. ضفت عليهم كمان معلقة ثوم صغيرة، وعموما المبكبكة ما بتاخدش بهارات كتير، يعني اللي انا ضفته دوت فلفل اسود وكركم وبس. بعد كده عندي صدور من الفراخ مقطعاها قطع صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. ممكن طبعا نعملها باللحمة، بس خلي بالك ان مدة تسوية اللحمة غير مدة تسوية الفراخ خالص. طيب كمية الفراخ اللي معايا دي هتقولوا مثلا اقل من ربع كيلو، حوالي 3 صدور فيليه هتقطعيهم بالشكل ده. ضفت عليهم كمان فلفلايه يكون سبايسي، وهنا الفلفلايه انا قطعتها، ممكن تضيفيها كامله. ضفت عليهم معلقتين من معجون الطماطم، وكمان كوبايه ونص من الطماطم الفريش. عشان الطماطم الفريش معاكي تبقى لونها احمر قوي، ممكن وانت بتضربيها تضيفي لها معلقه صلصه، او كمان تضيفي لها معلقه من البابريكا. وعلشان ضفنا صلصه كتير يبقى هنتجنب الحموضة، ونضيف نص معلقة صغيرة من السكر، وتظبطي الملح بتاعنا. هنقلب تقليبتين وهنسيبها على النار مرتفعة. هتلاقوها بتبقبق في اول بقبيق كده في الاول خالص، بتعمل بالشكل ده. طيب انا هنا زي ما قلت لكم مدة تسوية الفراخ غير اللحمة، يعني اللحمة ممكن تاخد تسوية شوية معاكي، هتضطري ان انت في الوقت دوت تزودي مية في مية في مية سخنة لحد لما اللحمة تستوي. ما تضيفيش المكرونة خالص غير لما تتأكدي ان الفراخ استوت واللحمة استوت. في الوقت دوت بضيف ايه؟ بضيف كوباية ونص من المكرونة الصغيرة خالص، عليهم كوبايتين كبار من المية، وهنا المية لازم تكون سخنة جدا جدا. ناس كتير هتقلق من فكرة تسوية المكرونة من غير ما تتسلق، انا عايزة اقول لكم ما تقلقوش خالص، لان هي هتستوي بنسبة 1000000% وهتبقى حلوة قوي. هنسيبها على النار لحد لما تغلي معانا، وفي الوقت دوت هتهدي عليها النار خالص لحد لما تبقبق معاكي وتبقى بالشكل ده. والله على الريح والجمال والطعم والاختراع، وتسلم ايد وافكار اللي اخترع الاكلة دي او الوصفة دي. حقيقي اكلة ما خدتش مني 10 دقايق في التسوية لو هتعملوها بالفراخ، جميلة جدا. غير كده وكده احب اقول لكم ان هي بتتاكل سخنة، يعني لو سبتيها شوية كده هتلاقيها شربت كل الصوص دوت، ومش هتستمتعي باكلها. يعني تعمليها من هنا وتروحي هوب في الطبق بتاعك الكبير ده وتقعدي تاكلي تاكلي. عايزة اقول لكم كمان ان انتم ممكن تعملوها بدون فراخ وبدون لحمة، هتلاقوا طعمها حلو جدا جدا. انا كده خلصت فيديو النهاردة، ما تنسوش تقولولي المبكبكة هل هي طريقة ليبية ولا فلسطينية ولا تونسية ولا مغربية، ولا هي من انهي بلد بالظبط. بحبكم جدا جدا، اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.